السلام عليكم إخواني الأعزاء، ده الفيديو رقم 6 في سلسلة فيديوهات نظم المعلومات. للمزيد من الفيديوهات برجاء زيارة صفحتي على الفيسبوك Healthcare Quality. في الفيديو ده هنتكلم عن القيمة التي تضيفها نظم المعلومات للمنتجات أو للإدارة والمديرين في اتخاذ قراراتهم. يمكن لنظم المعلومات أن تضيف إلى قيمة المنظمة أو المنشأة بطرق عديدة، فهي تساعد الأفراد والمؤسسات على تحسين المنتج النهائي وكذلك تحسين أساليب المتبعة للإنتاج أو عملية الإنتاج، كما تسهل الإدارة وتساعد المسؤولين في اتخاذ قرارات أكثر دقة، وبذلك فإنها تخلق قوة تنافسية للمنشأة تزيد من صعوبة مواجهة المنافسين لها في السوق. وكما هو موضح في الشكل، فإن نظم المعلومات يمكنها أن تضيف قيمة سواء للمنتج أو إلى أساليب الإنتاج بثلاثة طرق. أولاً، إضافة قيمة بتسهيل أساليب الإنتاج عن طريق دعم العمليات التشغيلية والإدارية وكذلك التخطيط الاستراتيجي. ثانياً، إضافة قيمة بأن تصبح إحدى مكونات المنتج أو إحدى مكونات نظام النقل والتسليم. ثالثاً، تضيف قيمة عن طريق دعم عمليات التغيير في الإنتاج وأساليبه بواسطة التطوير بل والابتكار أيضاً. ولإيضاح هذا، دعنا نستعرض هذا المثال. في مشات الإليوت باي، وهي إحدى الشركات التي تقوم ببيع مستلزمات المزارع، كانت المحادثة التالية: دفعت السيدة جاني ريتشاردسون بلفافة من خطابات العملاء في يد كريس سويني: هذه ثالث شكوى في أقل من يومين، هذا غير معقول، انظري لهذه القائمة من الشكاوي، ماذا يحدث بالضبط؟ ردت كريس سويني: المشكلة يا مدام ريتشاردسون أنني في معظم الأحيان لا يمكنني أن أحدد أولويات الشحن، فمرة تجري بروك إلى المخزن لتطلب شحن عاجل لأحد عملائها المفضلين، فنضطر إلى إجابة طلبها، ثم تفعل كولين الشيء نفسه، وعندئذ نقع في حيرة، لمن نرسل البضاعة أولاً؟ كريس: فقط رتبيهم بأولوية ورودهم إلينا، أنت تعلمين كيف تفعلين ذلك جيداً. بالطبع أنا أعرف ذلك، لكن انظري إلى قائمة الطلبات، فلا يوجد مكان عليها يحدد أولوية الشحن، ومعظم الوقت لا نستطيع تحديد ذلك. لكن يا كريس، هذا ليس كل ما في الأمر، فكثيرا من الشكاوي تقول إننا شحننا بضاعة غير المطلوبة. نعم، ولكن هذا خطأ من تلقي الطلبات، انظري إلى الطلبات جيدا، فلقد أرسلنا ما هو مكتوب فيها بالضبط. كريس، أنا لا أدري، هل أنت متأكدة من قدرات الموظفين لدينا؟ ولكي نستطيع أن نحل هذا اللغز، دعنا نحلل طبيعة العمل في هذه المؤسسة. تحدد منتجات إليوت باي عن طريق بعض الأنشطة والعمليات، حيث تتلقى المؤسسة الطلبات عن طريق الهاتف من العملاء، وتملأ استمارات الطلبات وتجهز الشحنة ثم ترسل. ولكي يمكننا أن نفرق بين العمليات والمنتجات من هذا الشكل، فإن قسم تجهيز الطلبات يتلقى المكالمات من العملاء بالإضافة إلى قائمة الأصناف الموجودة لدى الموردين كمدخلات، ثم ينتج قوائم الشحن بالإضافة إلى الطلبات التي رفضت كمخرجات. ولنبدأ بكيفية إضافة قيمة لأساليب الإنتاج أو عمليات الإنتاج. يتكون أسلوب الإنتاج من منظومة من الأنشطة، فهي مجموعة الأفعال المنسقة
لتأدية هدف معين. بنى جوري وسكوت إطار ذو بعدين تمثل الأعمدة فيه المستويات الثلاثة، وهي العمليات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي. أما الصفوف فتمثل درجة التنظيم والتكرارية، من منتظمة ومتكررة إلى شبه منتظمة وشبه متكررة ثم غير منتظمة وغير متكررة. فالأنشطة المنتظمة لا تحتاج إلى الحد الأدنى من حكم الإنسان وتقديره، وهي التي يمكن ميكنة الجزء الأكبر منها. أما الأنشطة غير المنتظمة فهي التي تحتاج إلى قدر كبير من التفكير والتقدير، بل والابتكار أحيانًا من جانب الإنسان، ولذلك يصعب جدًا ميكنتها. وعملية اتخاذ القرار على مستوى الإدارة التشغيلية أو التنفيذية تكون مزيج من الانتظام وعدم الانتظام، ولكن تغلب عليها الأنشطة المنتظمة. أما على مستوى التخطيط الاستراتيجي من الإدارة العليا فتكون الغلبة والأهمية للأنشطة غير المنتظمة. ويستخدم هذا الشكل نموذج جوري وسكوت مورتون لبيان مجال استخدام كل من الأنواع المختلفة لنظم المعلومات. فنظم تسجيل المعاملات اليومية تستخدم أساساً للأنشطة المنتظمة والتشغيلية، وبدرجة أقل في تطبيقات الإدارة التنظيمية. أما نظم المعلومات الإدارية فتستخدم للأنشطة الشبه منتظمة، كما أنها تساهم في بعض الأنشطة للإدارة العليا. وبالنسبة لأنظمة دعم اتخاذ القرار فتستخدم أساساً للقرارات الأقل اعتياداً أو الغير متكررة، بصرف النظر عن المستوى الإداري التي تطبق فيه، سواء كان تنفيذي أو إدارة متوسطة أو حتى تخطيط استراتيجي. وتستخدم أنظمة دعم الإدارة العليا في تطبيقات الأنشطة المنتظمة في الإدارة المتوسطة والعليا والتخطيط الاستراتيجي. أما أنظمة ميكنة المكاتب والتي تسهل الاتصال بين الأشخاص فهي تدعم كل أنواع الأنشطة. ولتوضيح ذلك دعونا نعود إلى مشاة الإليوت باي. ومن أمثلة الأسئلة الخاصة بالعمليات التشغيلية ما يلي: هل يمكن تجهيز هذا الطلب؟ هل عندنا في المخزن 6 دست من النباتات المطلوبة؟ هل دفعت قيمة فاتورة الزبون كذا؟ وهذه الأسئلة تجيب عليها دائما أنظمة تسجيل المعاملات اليومية. أما القرارات الإدارية فتتطلب معرفة واستخدام الموارد المتاحة. هل نحصل على إنتاج كافي من بذور محاصيلنا؟ هل مخزوننا من البذور أقل من أو أكثر من المطلوب؟ هل يتم تحصيل الفواتير بالسرعة اللازمة؟ وهذه التساؤلات يمكن إيجاد إجابات لها عن طريق نظم المعلومات الإدارة الوسطى، وبصورة أقل نظم معلومات دعم اتخاذ القرار. وقد يحتاج العضو غير المنتدب أن يعرف رصيد الشركة كمؤشر على مدى نجاح عمليات الإدارة والتخطيط بالشركة. وهنا تظهر الحاجة إلى نظام معلومات دعم الإدارة العليا، والذي يتضمن الإجابة على أسئلة منتظمة للأغراض الإدارية والاستراتيجية. وتفيد أنظمة معلومات ميكنة المكاتب كل تلك الأنشطة، فالرسائل التي تنتجها يمكنها القيام بما يلي: على المستوى التنفيذي يساعد البريد الإلكتروني على سرعة تنبيه إدارة المبيعات بورود طلبية كبيرة في الطريق. على المستوى الإداري توزيع تقرير مخزون 6 أشهر لكل الإدارات والمختصين. على المستوى الاستراتيجي تحضير رسومات توضيحية تعرض في اجتماع للإدارة العليا لتبين تأثير القوانين البيئية الحديثة على نشاط الشركة. ثانياً، إضافة قيمة للمنتج النهائي.
المنتجات هي مخرجات العمليات الإنتاجية، ويمكن أن تكون مواد أو أجهزة أو وثائق أو اتفاقات أو خدمات أو ما شابه ذلك مما يكون حصيلة إدارة الأعمال. وتختلف المنتجات في خصائصها، فالمبيعات في مؤسسة إليوت باي على سبيل المثال يمكن أن تتكون من عبوات للبذور بالإضافة إلى التعليمات المصاحبة لها. وتختلف المنتجات في ناحية التوصيل من حيث السرعة المطلوبة والوسيلة المناسبة. ولنفهم كيفية النهوض بالإنتاج من ناحية الشكل والخصائص، دعونا نتساءل ما هو المنتج؟ إذا قمت بشراء غسالة للملابس، فماذا بالضبط ما تشتريه؟ بالضرورة تشمل المشتريات على الآلة التي تقوم بعملية الغسيل، بالإضافة إلى الكتيبات التي تبين طرق التشغيل والصيانة، وكذلك ما هو الإجراء السليم في حالة حدوث أي مشاكل أو أعطال. كما يشتمل المنتج أيضاً على الكتالوجات التي تسهل التعرف على أجزاء الآلة وبيان كيفية تركيبها وتجهيزها، بالإضافة إلى بعض نظم المعلومات التي تدعم الزبائن وتجيب على استفساراتهم. وبما أن المنتج يشتمل على خدمات مثل الصيانة، فإنه بالضرورة يهتم بطرق تدريب الأفراد القائمين بها. ويمكن لنظم المعلومات الجيدة أن تضيف الكثير من القيمة لكل من تلك النواحي المختلفة للمنتج. ومن أوضح الطرق التي تدعم بها نظم المعلومات المنتجات هي تحسين الخصائص الموجودة أو إضافة خصائص جديدة. فإذا رجعنا إلى المبيعات التي يقوم بها قسم البيع في مؤسسة إليوت باي على سبيل المثال، فيمكن لنظام معلومات أن يحدد النصائح والإرشادات الخاصة بالزراعة مفصلة حسب نوع البذور المطلوبة، وكذلك حسب المنطقة الجغرافية التي يقطن فيها الزبون، أو حتى يمكن تفصيلها طبقاً لهذا الوقت من العام التي تطلب فيه. تخيل مدى السرور الذي يشعر به الزبون والذي يجد الإرشادات الموجهة إليه تبدأ بجملة: إنك سوف تستلم هذه الشحنة في 8 أكتوبر، وبسبب الأمطار الخفيفة التي نزلت في شيكاغو الشهر الماضي، فإننا ننصح بأن تقوم بزراعة زهور التوليب بالطريقة الفلانية. كما يمكن لنظام المعلومات أن يراعي تركيبة الشحنة المطلوبة من البذور المختلفة، فيعطي النصائح تبعاً لها كما يلي: أننا ننصح بأنك لا تزرع البصل بعد البطاطس لاحتمال اكتذابها لنوع معين من الفطريات أو الآفات الزراعية. كما يستطيع نظام المعلومات أن يجمع بين الطلبية الحالية والطلبيات السابقة كما يلي: في العام الماضي أخذت منا شويرات الفول، ونحن يسعدنا أن نبشرك بأن التربة التي زرعت فيها هذه الشجيرات تكون مثالية لزراعة الجزر الذي يصلك الآن. وتكون نظم المعلومات تلك القوة للشركة بين منافسيها، بل وتغير من تركيبة السوق بصورة مباشرة. كما تساهم نظم المعلومات في تسهيل عمليات توصيل المنتجات، فإن تطوير طرق توصيل المنتجات مثل النهوض بذات المنتج يخلق مستوى جديد من تقديم الخدمة ويغير من طبيعة المنافسة. فمنذ حوالي 20 عاماً كانت ماكينات الصرف الأوتوماتيكية في البنوك ما زالت مستحدثة، ولكنها اليوم مطلوبة بإلحاح لتجعل البنك قادراً على المنافسة. فالناس اليوم تتوقع توفر خدمة 24 ساعة لماكينات الصرف. وتوجد أمثلة أخرى كثيرة، فبعض الشركات تستخدم طرق التسوق المرتبطة بأجهزة الكمبيوتر المنزلية، كما أن طلبات المواد الخام تقوم بها الشركات عن طريق نظم شراء أوتوماتيكية. كيف تضيف
نظم المعلومات قيمة بزيادة القدرة على التغيير. يقول إدوارد ديمينج، الأب الروحي للحركة النوعية في الصناعة، في كتابه الخروج من الأزمة، أنه توجد 4 طرق لزيادة القدرة النوعية لأي مؤسسة. 1- استحداث وسائل إنتاج جديدة. 2- تحسين الوسائل الحالية. 3- استحداث منتجات جديدة. 4- تحسين المنتجات الحالية. كيفية إضافة قيمة عن طريق تغيير وسائل الإنتاج؟ لتغيير وسائل الإنتاج للأفضل يجب استخدام التغذية المرتدة. المدخلات تعالج لتكوين المخرجات، والمعلومات المرتدة عن المخرجات تستخدم لتغيير المدخلات أو وسائل المعالجة. على سبيل المثال، قد يحصل أحد مكاتب المحاماة على رأي وانطباعات عملائها بخصوص نوعية الخدمة المقدمة لهم، تغذية مرتدة، وتستخدم هذه المعلومات لتغيير طريقة المكتب في تقديم الخدمة. وتلعب نظم المعلومات أدواراً مهمة في المساعدة على استخدام نظام التغذية المرتدة. إحدى هذه الأدوار هو تسهيل مراجعة معلومات التغذية المرتدة من التقارير التي تقدم على سبيل المثال من نظام المعلومات الإدارية، وكذلك تساهم بطريقة غير مباشرة في دعم اتخاذ القرار الذي يختبر تأثير تغيير المدخلات وطرق المعالجة على المخرجات أو نواتج أي عملية إنتاجية. إضافة قيمة عن طريق تغيير المنتج النهائي. تحسين المنتج النهائي يعتمد أيضاً على نظام التغذية المرتدة. مثال ذلك، أحد مكاتب تصميم برامج معالجة الكلمات مثل برنامج وورد، يقيس المكتب مدى رضاء المشترين عن برنامجه، وتستخدم تلك الآراء لتحديد طرق تحسين البرنامج. ومن ذلك يتضح أن نظم المعلومات يمكنها المساعدة على إضافة قيمة بتحسين نوعية المنتجات أو طرق الإنتاج بما يلي: تقديم التغذية المرتدة، ضبط طرق الإنتاج المميكنة، التنبؤ بتأثير التغيير في المدخلات أو طرق المعالجة على المخرجات، وتسهيل نقل المعلومات اللازمة للتغيير. كيف تضيف نظم المعلومات قيمة للعملية الإدارية؟ ما هي طبيعة العملية الإدارية؟ يجب أن يوازن المديرين بين كل من وجهات النظر والاحتياجات وكذلك القيود، فكما أن لكل منهم وجهة النظر الخاصة به عن مستقبل المؤسسة، إلا أنهم مقيدين بوجهات نظر وآمال باقي الشركاء والمستثمرين، ويحدث ذلك في وقت واحد يحتاج فيه المدير إلى اتخاذ قرارات والقيام بإجراءات يكون عامل الوقت فيها حاسماً ولا يمكن التحكم فيه، أي أن العملية الإدارية تتطلب تحقيق التوازن في العديد من الإجراءات المتتالية. كيف يقضي المديرون أوقات عملهم؟ قام مينزبيرغ بدراسة أنشطة رؤساء مجالس الإدارات، وقد وجد أنهم يقضون حوالي 70% من أوقاتهم في اللقاءات، 60% منها في لقاءات سبق تحديدها، و10% في لقاءات غير مخططة، 6% من وقتهم يقضون في الرد على الاتصالات الهاتفية، 3% أخرى في الجولات، ولا تزيد نسبة العمل المكتبي لهم عن 22% من إجمالي وقت العمل. وفي كل الأوقات يتكلم المديرون ويستمعون إلى آراء الآخرين، أي أن المديرون يقضون معظم أوقاتهم في اتصالات كلامية مع غيرهم. إذن فإن من أهم خصائص المدير أنه اجتماعي، يقضي أكثر من ثلثي وقته في لقاءات واجتماعات،
لديه العديد من الملاحظات البسيطة، يسعى طول الوقت للحصول على معلومات، يعتبر أن التقارير الروتينية لنظم المعلومات قليلة الأهمية. ولذلك فإن أي نظام معلومات يؤدي إلى صرف المدير عن اتصالاته المباشرة لأي فترة من الوقت يعتبر غير مستحب وفي الغالب لا يستخدم. وفي نفس الوقت فإن أي نظام معلومات يمكن المدير من أن يكون أكثر قدرة أثناء لقاءاته واجتماعاته سوف يضيف قيمة لعمل المدير. وعلى سبيل المثال، تطبيقات الحاسب التي توفر الوثائق والرسوم البيانية والوسائل الإيضاحية التي تساعد أثناء عقد الاجتماعات، وكذلك نظم البريد الإلكتروني والتي تتيح الاتصالات بصورة كافية، قد تغني عن الاجتماع وجها لوجه. والتقارير التي تبين الحقائق داخل سياق معين تكون أكثر فائدة، فتقرير المصروفات مقارنة بحجم الموازنة يفيد أكثر من تقرير المصروفات فقط. والتقرير الذي يقارن بين الأداء الحالي والأداء في فترات سابقة يكون أكثر نفعًا من ذلك الذي يبين الأداء الحالي فقط. ومن هذا نستنتج أن المديرون يحتاجون إلى نظم المعلومات التي تساعدهم في الاتصال السريع والفعال خصوصًا في الاجتماعات، وهم يستفيدون من النظم التي ترصد وتزيد من وضوح المعلومات. إن نظم معلومات دعم الإدارة العليا وتلك التي تساعد في اتخاذ القرارات تكون ذات نفع كبير للمديرين. كيف تضيف نظم المعلومات قيمة في حل المشكلات واتخاذ القرارات؟ إن حل المشكلات واتخاذ القرارات يعتبران من أهم الأنشطة المطلوبة في إدارة الأعمال، وتشمل عملية حل المشكلات 5 أنشطة هي: جمع المعلومات عن المشكلة، اقتراح بدائل الحل، اختيار بديل، تطبيق الحل المقترح، ثم متابعة الموقف والنتائج. دعونا الآن نستعرض نماذج اتخاذ القرارات. أولاً، النظرية الكلاسيكية للقرارات. في بدايات القرن العشرين وكامتداد طبيعي للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية، يفترض أن يكون المديرون مثاليون، بمعنى أن لديهم معلومات كاملة عن المشكلات وبدائل الحلول اللازمة لها، ووضوح كامل للأهداف التي يجب تعظيمها. وهذه الافتراضات لا يمكن بطبيعة الحال أن تتحقق على أرض الواقع، ولكنها تعتبر اليوم بمثابة الهدف النهائي والشامل الذي نسعى إلى تحقيقه. ثانياً، النظرية السلوكية للقرارات، وهي التي تفترض أن متخذ القرارات ليس لديهم المعلومات الكافية عن المشكلات أو عن بدائل الحلول الممكنة، كما أنهم ليس لديهم القدرة أو الرغبة في الوصول إلى أفضل القرارات الممكنة. وبدلاً من السعي للوصول إلى أفضل الحلول، يرضى المديرون بأي قرار يحقق الحد الأدنى من المطلوب، وتسمى هذه بالنظرة المحدودة. ثالثاً، النموذج ذات النتائج المقيدة، وهي تبين أن عملية اتخاذ القرارات تتم بطريقة عكسية، فبدلاً من أن يلجأ المديرون إلى اختيار بدائل الحلول بحرية ثم التقيد بمتطلبات كل بديل، يبدأ متخذ القرار في التفكير في أحد الحلول الذي يرون أنه مقبول أكثر، ومن ثم يتم توجيه عملية اتخاذ القرار بحيث تؤدي إلى هذا الحل بالذات، سواء كان ذلك عن غير عمد أو كان متعمداً لسبب معين، مثل الحفاظ على الوظائف أو تقييد حجم بعض الأقسام أو المحافظة على بعض الأصول
أو تغيير عدد العاملين بقسم معين أو زيادة تأثيرهم إلى غير ذلك من الأسباب. ويمكن لنظم المعلومات إضافة قيمة لعملية اتخاذ القرار في كل النماذج السابقة. نظم المعلومات يمكنها أن تزيد من مدى الإدراك لدى المديرين، بالإضافة إلى القدرة على التمييز، وذلك بخلق بدائل أكثر وإظهار صفات جديدة تساعد عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقليل المخاطر وزيادة سرعة التنفيذ، إلى جانب توفير معلومات أكثر عن مدى فاعلية التنفيذ. ونظم المعلومات تجعل اتخاذ القرار أكثر حكمة عن طريق 1. استخدام ميكنة المكاتب لتحسين الاتصال بين متخذ القرارات وهؤلاء الذين لديهم المعلومات الصحيحة عن المشكلة وبدائل حلولها، وتبدو تلك الميزة أكثر أهمية في الأحوال التي تتطلب اتخاذ القرارات الجماعية، وفيها يكون الاتصال أساسياً سواء أثناء اتخاذ القرار ثم أثناء تطبيق ذلك القرار. 2. إنشاء نماذج رياضية لمحاكاة الحلول المختلفة واختبار نتائج كل حل قبل تطبيقه. أما في حالة اتخاذ القرارات بطريقة النتائج المقيدة، فلنظم المعلومات دور أيضاً. فعندما يكون التقييد عن غير قصد، يمكن لنظم المعلومات التنبيه لذلك، إلى جانب المساعدة على التخلص من القيود الغير حقيقية. أما في حال تقييد اتخاذ القرار عن عمد، فإن نظم المعلومات يمكن أن تساعد في إضفاء شكل مقبول ومعقول يقنع به متخذ القرار باقي الأعضاء بصحة قراره ولو لم يكن ذلك حقيقياً. على سبيل المثال، فإن نظم ميكنة المكاتب يمكنها أن ترصد المدخلات التي يستخدمها متخذ القرارات، إلى جانب زيادة حجم البيانات الإيجابية والذي يجعلها تطغى على البيانات السلبية، بل وتخفي أي بيانات أو مؤشرات مضادة لوجهة النظر المطلوب تحقيقها. وهذا يتطلب منا الحذر من هذا الاحتمال، فعندما تشك في ذلك يمكنك التأكد ببراهين من السجلات والبيانات التاريخية، وأن تتعلم كيف تحلل الرسومات البيانية بصورة سليمة. فالمعلومات الصحيحة لا تقاس بحجم الصفحات ولا كثرة الألوان في الرسم البياني. وأخيرا، نظم المعلومات والميزات التنافسية. لا شيء ثابت في بيئة الأعمال أو السوق، فعندما تتحسن أو تتجدد إحدى المؤسسات بإدخال نظم المعلومات، فإن باقي المؤسسات تجد لزاماً عليها أن تتفاعل أو تستجيب هي الأخرى، لأنها لو لم تفعل ذلك فإن قوى السوق سوف تصحح من أوضاعها وتبعدها عن المنافسة. ولذلك يجب أن تزيد تلك المؤسسات من تطبيقات الحاسب الآلي لكي تبقى في المنافسة. ولنفس السبب، فإنه من الخطأ اعتبار أن تطبيق معين لنظم المعلومات سوف يبقى للأبد، ولكن رجال الأعمال المحترفين يقومون باستمرار بتطبيق المزيد من نظم المعلومات الجديدة. ولهذا فإن تطبيق نظم جديدة تضيف قيمة بطريقة جديدة سوف تبقى عملية منتظمة ومستمرة في مجال الأعمال. شكرا جزيلا لكم.